السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالإسكندرية. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية والسعر 80,000 جنيه فقط، والسعر قابل للنقاش. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل، ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس؟ وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل ليك كل الشقق الجديدة والحصرية. يلا بينا نبدأ. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. مساحة الشقة 65 متر. الشقة يوجد بها عداد كهرباء وعداد مياه مشترك. عنوان الشقة في الإسكندرية أمام محطة قطار الظاهرية، شارع رقم 5، شارع إبراهيم خليل الهندي، متفرع من شارع إبراهيم شريف. الشقة في الدور السابع. السعر 80,000 جنيه وقابل للنقاش. للتواصل مع المالك بشكل مباشر برجاء زيارة موقعنا، هتلاقوا رابط الموقع في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولو عايزين أي شقة بالإسكندرية اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن.